هذه أول لعبة يخلونا نخلي التليفون فيها. بخلي فيديو بشوف شنو يصير. او ماي جاد، واو، احنا بالموشن جيمز. او ماي جاد، معناته في اكتيفيتي ثاني. يما هواية، انا اريدك انت تجي هسه. بونا برايت انا محسن مع اجانب ثلاثة. بخلي فيديو بشوف شنو يصير. ساعد يصفون معي زين، فهمت كم كلمة؟ كان تلفلت معي بالانجليزي. انا اخاف يطيح التليفون. ودي اخلي الرايد، هذه اول لعبة يخلونا نخلي التليفون فيها. صوتي هلو، هاي، جاهز؟ جاهز. وين بيودونا؟ المشكلة ساكتين يخزونا، ساكتين. هاي نسمع صراخهم. هذه أول لعبة يخلونا ندخل فيها. واو! أنا فهمي أشياء التفل هني. او ماي جاد، شنطتك لا تطيح محسن. او ماي جاد، التليفون لازم يمسك حيل. او ماي جاد، واو. شنو لهذا الحين، ايش رايك بالوقت؟ حقوق الميوزك. لحد الحين. Guys, for your information, photography and video recording is not allowed. The phone. They're telling us to take your phone down. Oh! Oh my god! Oh my god! I'm holding it. Oh! Oh my god! انا بطل الحين، في سامولة بتطلع، خلينا نشوف على منو. لا لا علي. واو، طاعوا تشكلوا فهم معاي. حمود، شنو وضعك؟ كم سيدة، كم سيدة؟ بس عجيبة، بس قثني لما طشم معي علي اخر شيء. اللي بعده مساكين راح ياخذون. اي شوفوا من هني تبين اللعبه. تخيلوا ان كنا هني. كبيره يا جماعه، حلوه 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 حلوه، بس استعدوا ان تتغرقون ماي فعلا. حلوه بس تف الماي علينا. لا حلوه حلوه، فيها خدعوها حق الضحك. يلا اللي بعده. اللعبه هذه هي السفينه. الحين خلونا نروح نشوف القصر اللي هناك شنو موضوعه، والجوست باسترز اللي موجود هني. شوفوا هذا
الجوست باسترز ولت سي شنو في طلقة الدبوس اللي موجودة. هذا اللي كنا توه فيه، ما ادري هذا شنو بالضبط، خل نشوف. وخلونا صوب القصر لاني احب اشياء الرعب. شنو تدي اندر وورلد شنو؟ داخل ماي اندر وورلد داخل ارض فامبايرز. هذول اندر وورلد ملت فامبايرز. جاهز؟ نو نو شك ما له شغل، الله يستر من الحقوق ان شاء الله ما يضرب حقوق الفيديو. عرض 3D جميل صدق، لنا ممثلين ما عارفين وشي بس مسوين هم مثل شورت موفي. حبيته محسنه أمانة. ايش رايك فيه؟ سبب لي ديسك بس عجيب. كراسي متحركة، ماي، هواء. I loved it. انت عجيب، جربوا Underworld. شعور جميل. Thank you so much for the person اللي صورتنا الفيديو. Thank you so much for the person who showed us the video. أنا صوتي رايح. Let's continue. Still احنا بالموشن جيت. يا جماعة كل ما تطلعون من جيم أو سيم يكون في دخول على الشوب بالنسبة حق الشخصيات والفرانشايز اللي أنتوا دخلتوا. هوتيل ترانسيلفانيا تلقون كواب ألعاب تي شيرتس وايد أشياء تخص الثيم اللي أنتوا دخلتوا. كل لعبة كذي تقريبا. يا لعبة أعتقدنا يبقون لعبتين هذه إذا إحنا مو مضيعين الباجي. هذه جوست باسترز ويبقى عندنا قرية السنافر. خلينا ندخل جوست باسترز نشوف شنو موضوعها. سوري يا جماعة على صوتي المختفي لكن من الصراخ باللعب والوناسة. سو يا جماعة نقدر نقول جوست باسترز. كاهي
خلنا صان الانترنس. انا طايح بغرام ديكورهم، ديكورهم نار نار نار. شوفوا الانترنس بروحه يخليكم تشوقون. قلنا قبل جوست باسترز خلنا ندخل ال قطار الموت اللي عندهم، بس طبعا ام الزحمه على الكيو، ام الزحمه، بس اتس ورث ات. محسن ايش كثر صارنا ناطرين على هاللعبه؟ ايش كثر صارنا ناطرين؟ تقريبا 20 دقيقه. تتوقع تسوى؟ والله ما ادري. اول ما نلعبها يا جماعه اقول لكم هي تسوى او لا. شوفوا الكيو لي وين يا جماعه، لي برا يا جماعه. طلعت اللعبه عباره عن رولر كوستر اللي هو قطار موت عجيب، بس الكيو طويل. شوفوا المسار ماله طويل كبير، بس عجيبة، عجيبة، بس عجيبة فعلا عجيبة. حبيتها انصح، بس اي احد اذا ما له خلق ينطر، انا يعني الحجز القادم راح احجز على الكيو فاست. انه في لاينين، في اللاين العادي وفي اللاين السريع. اللاين السريع تطوفون اللاين، تقصون اللاين تدشون، كلهم دافعين عليه سبيشل. حبيت ريلي ريلي. يلا بقيت اللي تبيه؟ يس. انا كذي نظامي نظام شياب، حط له فلوس بالظرف. ايش صار طيب؟ ليش يعني؟ امريكانو. صح. اوكي. يلا خلصت. في اشياء هناك تشوف. البوب كورن والبرجر. بس هذا في بيتزا ما راح اخذها، بس حلوه فرنش فايز. انت البوب كورن استخف عليها الفتره. دونات بوب كورن يونسون، بس ام نوت انترستد. على اخر الكوفي مالتي خلصت. خلينا نكمل، باقي عندنا قريه السنافر. يلا القطار اللي شفتوه توه مال السنافر ركبناه يلف مرتين. حلو حلو صح؟ يونس. اعتقد انه خلصنا تقريبا كل الالعاب في موشن جيت. اربع ساعات اخذت منه؟ احنا وصلنا واحده تقريبا. اي بس احنا جايين بموعد يعني ليله راس السنه، معناته فاضي. اي معناته فاضي، يعني اذا جيتوا باماكن وايام يمكن يكون طق نعل فعلا. بالضبط. اذا في شيء بالموشن جيت راح اصور لكم اياه، اذا ما في معناته في اكتيفيتي ثاني. اوكي؟ روح حمام. يلا خلينا نشوف اذا في شيء. الصوت وداعا. اه يا يما يا يما، يعني بحة عراقية وشي. يما هواية انا اريدك انت تجي هسه. حلو.